سبع سنوات من النزوح الإجباري والمعاناة والبعد عن الأهل والأحبة كفيلة بنحت ندوب الحزن وتعميق أثرها في ملامح عبد الحزيم وأسرته النازحة من قرى ذمار لتستوطن في هذا البيت المتواضع من عزلة الأصابع بمدينة تعز، الشهيد على حياة فرضت عليهم بأحزانها التي لا تنتهي. كانت الوضع تمام، كان المعاشات جارية، الآن المعاشات الحوثي خصم المعاشات، أكل المعاشات، الآن دحين الشعب اليمني في وضع سيء، والحرب أكلت الأخضر واليابس. الآن في الوضع الحالي هذا ما عش قادر كل واحد أن يذبح يعني زي ما كان قبل، مش قادر أن يذبح له مثلا رأس غنم. اندمج عبده بالمجتمع المضيف الذي اعتبره واحدا منهم، غير أن العيد وطقوسه وشعائره الدينية التي قضاها مع أبناء الحي أعادت له ذكريات قريته التي ترعرع فيها رغم لقائه بأمه بعد سنوات من الفراق بسبب الحرب والنزوح. ولا فرحة العيد اكتملت فرحتي، فرحة أن جيت الوالد، لنا شاردين منذ سبع سنوات ما حدش يشوف بعض، الآن جيت عندنا تعيد عندنا واكتملت الفرحة، وعادي يعني الفرحة ما اكتملتش النهاية، عاد في احنا مشردين كل واحد مننا في وادي وفي بلاد. بعض النازحين يعني لم يستطيعون أن يوفروا لأهلهم وأسرهم الكسوة، ملابس العيد، اللحمة، الكذا، فنحث الناس يعني على التكافل، على التراحم. وكباقي الأسر النازحة في ضواحي اليمن ومخيماتها تحاول هذه الأسرة بكل الإمكانيات المتواضعة الضغط على معاناتها وتخطي مرارة أوضاعها ولو في المناسبات العيدية لرسم البسمة في قلوبهم الموجوعة بحنين الرجوع للديار. أسرة تكابر لإضفاء السعادة في محيا أطفالها التي سلبت معاناة الحرب براءتها وجمالها. علشان الأطفال يعني ما بش حدائق ترفيهية، فاحنا جالسين هنا يعني والله احنا ساكنين جنب الزفلت وبنخاف عليهم من الخط يعني من السيارات والمترات إلى يخرجوا الخط، فنحن بنخرج ندخل الفرحة في قلوبهم هكذا نسليهم نلاعبهم. ويظل أمل آلاف الأسر النازحة معلق بالتوصل لسلام ينهي الحرب وتنتهي معه معاناة اليمنيين وشتاتهم في مخيمات النزوح وبلاد المهجر.